شكرا. الحمد لله قبل كل شيء. نقول لي مباراة حققنا منها الأهداف، عدة أهداف، انتصار مهم، نرجع الديناميك تاع الفيكتوار في ليكيب ناسيونال، وهذه عامل مهم بالنسبة لي نحن. كونك تسترجع المرتبة الأولى وتصدر المجموعة في الفاز دو كاليفيكاسيون ديما يبقى عامل، نعرفوا اللي حتى لادفيرسير ديريكت تاعنا الجيني إيكواتوريال معنويا مهم برشا للمجموعة، وأكدت على النقطة هذه، نعرفوا اللي هو حتى في الفاز دو كاليفيكاسيون الكوب دي موند هو موجود معنا باش يكون كونكورون ديريكت. دونك نقطة ثانية مهمة. نقطة ثالثة باش نبقى كوهيرون للديسكور تاعي، قاعدين نشوفوا في حلول، قاعدين نحبوا نعطيوا روح جديدة للمنتخب، ثم ستابيليتي كما حكيت، ثم استقرار وثم رضا كبير بالنسبة لي نحن على السيس ديفونسيف اللي موجودة في ليكيب، ثم تقريب كيف نشوفوا من بعد كأس العالم احنا جايين في السيكل الجديد 19 مدافعين هما بيدهم إذا زيدوهم دراجة قاعدين صاحبين عليهم، قاعدين قدموا في مستوى محترم جدا، كل وين قمنا بعض الاختيارات إلا ويأكدوا اللاعبين هذوما اللي هما قاعدين يعطوا في الإضافة المطلوبة منهم. نفس الشيء بالنسبة لوسط الميدان، الحمد لله ثم استقرار، ثم حلول، ثم كونكورنس لازمنا نقبلوها زادة، ثم عدة لاعبين اللي اليوم المراكز ولات غالية في المنتخب تاعنا. قطاع تاع الهجوم واعيين اللي في برشا ما نحبش ندخل في دي ديتاي سور البلان تكتيك، لكن نعرفوا بعد لي بيلون بعد التقييم تاعنا بعد كاس العالم الفتره الاخيره كل اللي عندنا نوعيه تاع لاعبين، عندنا ستيل جو اللي كنا قادرين نعملوا به فرق فوتبول تكنيك، فركسوا برشا على الجو الانتيريور، حبوا برشا الجو اون بليني، عندنا دي جوار اللي نجموا يعملوا ديفيرونس وشفناها حتى اليوم دخول يوسف شان ويسوزاني، حبينا نشوفوا اكثر حلول. شفنا دي جوار تيبيكمون معناتها دي جوار كولوار اللي يبدزوا بالسرعه اللي قادرين يعطونا حلول اخرى عادي جدا، المقابله يمكن شو طول لقينا صعوبات كبيره وهذا متوقع بالنسبه لنا احنا ما اتفاجئناش. كرياسيون دوتوماتيزم في الكوره هي اصعب حاجه بالنسبه للمدرب، اليوم نشوف فاليري والعيوني على الرواق اليمين يمكن عملوا زوز حصص تدريبيه حتى لاول مره يتقابلوا مع بعضهم، نفس الشيء ما بين علي العادي وسيف الله الطيف على الكوتي جوش، دونك عادي جدا باش ما نشوفوش ديز اوتوماتيزم سي ديفلوبي، لكن الحمد لله الشوط الثاني صلحنا شويه، دخلوا بعض اللاعبين، دونك اليوم شفنا عده لاعبين، شفنا دي جون جوار، ولو اني ما نحبش كلمه دي جون، ودي نوفو جوار اللي وراوا مؤشرات ايجابيه، ما نحبوش نكونوا متسرعين في الحكم عليهم لا بالايجاب لا بالسلب، لكن مهم جدا الذي والروح تاع المجموعه كونه شاك فوا اون انجيك اون انجيك دي جوار ودي بوتونسيال ينجموا يعاونونا، دونك فرحانين مش بالمباراه كنتيجه لكن خاصه باللي زوبجيكتيف اللي وصلنا لهم والحاجات اللي احنا حبينا نوصلهم بعد المباراه دي. شكرا. المشهد كمان عملنا شو حطينا فيه بعض الصعوبات التكتيكيه كيف اللي عندها بلوك كومباكت، هذوما المباريات احنا زاد لو كان نشوفوا السيري تاع الماتش اميكو اللي عملتهم ليكيب ناسيونال تو يمكن عام عام ونص بعد تقريبا من قبل حتى كاس العالم، لعبنا فاس دي زادفيرسير اللي تقريبا 70 80% دي زادفيرسير اللي عندهم كاليتي حطونا في وضعيه صعيبه، اليوم ما نقولش خصم كان اقل منا لكن نحترموا الخصوم الكل، لكن دي سيتويسيون تكتيك اللي باش نعيشوهم وقت اللي تبدا اون ايكيب عندها بلوك كونفاكت بلوك باك علينا احنا باش نلقاو الحلول كيف ما كنت تحكي معناتها صعيب ياسر باش تخلق الاوتوماتيزم بعد حصه وحصتين وقت اللي لاعبين معناتها اول مره يتقابلوا مع بعضهم فور انجيكتي دي جوار راهو ماهيش حاجه سهله لازم نعطيهم الوقت لازم نصبروا عليهم كونه وقت رجعنا لي روتانا تاعنا سي توتا في نورمال نعرفوا الامكانيات تاع يوسف مساكني حمزه رفيع ماهوش قريب على المجموعه دونك هذوما لي سوليسيون لي جون ديبلوكي سيتياسيون لو احنا سجلنا حتى قبل ما يدخلوا اللاعبين هذوما لكن ديما لوبجيكتيف تاعنا احنا كونه إذا تحب تتطور إذا تحب تقدم لازم تلقى حلول أخرى، ما يكفيش كونه عندنا حلول نعرفوا عندنا حلول وعندنا آليات في المنتخب نحبوا نستحقوا عليها، لكن من حقنا زاد باش نحاولوا نطوروا، ليفوليسيون تاع ليكيب والتقدم تاعها مش باش يصير بعد مباراة ودية ولا بعد شوط، أكيد كونه هذوما لاعبين كيف ما حكيت يبقى ظهروا مؤشرات إيجابية في النوادي تاعهم في بداية الموسم، من حقنا إحنا وديما هوني راهو نحب نحل بارونتيز مهمة. راهو ثم فرق كبير وهذوما لي زونترينور ينجموا يفهموني ما بين لاعب تتفرج فيه ولاعب تدرب مهم اللي نحن باش اللاعبين هذوما نعرفوهم نعرفوا لي كاليتي تاعهم بفري وقوموا باللي تيست فيزيك
الاطار الفني بتاعنا كل ياخذ عليهم فكره يبقى عندنا انباس بدونيه على اللاعبين هذوما، وهذا من ضمن الاهداف بتاع طرف السد. صعب سامحني كل تعرف وضعيه وضعيه اداريه اخر لحظه كشفنا احنا بينا وضعية إدارية تم باسبور سبورتيف هذا اللي نجم نحكي عليه ماذا بيا المختصين من الفيفا دونك نستناو في الجامعة التونسية لكرة القدم والمسؤولين قاموا بالخطوات اللازمة قانونية نستناو لازم يجي باسبور سبورتيف لكن لحظة كنا نستناو به دونك ما جاش علاش اليوم كان ينجم يكون هي الساعة موجودة آخر لحظة حتى صارت بعض التغييرات في التركيبة تاع الفريق. نفس الشيء بالنسبة لياس عاشور اللي نعرف باش يسألوني عليه ما كانش حتى مبرمج بالنسبة لينا احنا. الجيستيون لا بريبسيور كانت مهمة في التنسيق مع اللاعب مع الإطار الطبي نعرف اللي كان مصاب وكان بعد دوب رجع عمل 60 دقيقة يمكن تسرعوا شوية النادي تاعو يعرف الوضعية أكثر من احنا لكن حكيت مع اللاعب كان يحس شوية قلق ما حبيناش الجيست نعرف اللي عندنا مباراة قادمة دونك لو شوا بالنسبة لينا احنا ديال ديبيو الياس العاشوري ما كانش يشارك في المباراة هذه واليوم حتى وجوده فقط هو سوري على خاطر عندنا ثلاثة إصابات زوج إصابات واحدة إدارية تاع الياس تاعك. السؤال الثاني تاع بالنسبه لهيثم العيوني يمكن انت ما فهمتنيش شنو عمر العيوني كفو بركة الياس عمر العيوني بالنسبه لنحن انا قلت راه هو عمره لعب بالتكون ويحبب باش يكون على الطرف اليمين كتزلو لكن وقع استعماله في الفريق نتاعو كراس حربه ينجم يكون حل وقت اللي نسحقون اليوم شفنا حبينا زاد كيف نشوفوا أنس بن محمد في البوست هذا نفس الشيء على يوسف حبينا نشوفوه في البوست هذا دونك ثم خيارات مع هيثم جيني ما تنجمش في مباراة واحدة تبركنا اليوم عندنا ويتا تاكون سبعينات ثم زوج مباريات شفنا المباريات هذه بعض الحلول شفنا بعض اللاعبين في مراكز معينة إن شاء الله نستثمروا زادة في المباراة القادمة ونزيدوا نشوفوا أكثر حلول. من 60 دقيقة الأولانيين برضه اللي ثم نوعية تاع مباريات باش نلقاو الصعوبات هذه باش نلقاو احنا مطالبين كإطار فني كلاعبين لازم نكونوا واعيين هذا الشيء اللي صار ولي كونسيني تشوف الديبيو تاع دوزيام ميتون غيرنا اكثر كنا اكثر سرعه دونك ثم دي ديفيكولتي اللي باش تعيش في لو بلان تكتيك لازم تكون عندك الحلول لازم تكون متحضر دونك اكبر عبره بالنسبه لي انا كون لو فاري ولازم يكون عندنا اكثر دي سوليسيون من الناحيه الهجوميه توت ان غاردون ليكيليبر ديفونسيف زاد اليوم هو ساهل ايكيب تلعبنا في لي ترانزيسيون هذوما تقريبا فرصه اثنين كنا ايكيليبري حافظنا على التوازن الدفاعي تاعنا لقينا بعض الصعوبات لكن الحمد لله في الاخر لقينا حلول وهذا اهم شيء.